قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لا يمكنها أن تترك أدنى هجوم ضدها من شمالي سوريا أن يمر من دون رد، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني. وجاء موقف أردوغان ردا على سؤال بشأن احتمال بدء عملية عسكرية تركية جديدة شمالي سوريا، وأشار أردوغان إلى أن تركيا لا تأخذ إذنا من أحد لمكافحة الإرهاب وستتدبر أمرها في حال عدم قيام الولايات المتحدة بما يترتب عليها بهذا الخصوص.